في باحة منزله وكعادته يقلب صفحات الجريدة، يطلع على الأحداث ويقرأ الأخبار. هي ليست أخباراً جديدة ولا حتى هذه الصحف حديثة، فبعضها يتجاوز عمرها 50 عاماً، يسترجع معها وفيها ذكريات جمعها على مدار سنوات اهتماماته وهوايته. يعطيك العافية عم أبو وسام، نتعرف على قصة الصحف والجرائد اللي مجمعهم. هوايتي أنا في جمع الجرائد، مش بس في جمع الجرائد بس بدي أحكي لك بعدين إياه الكلام. أنا هوايتي في الجرائد يعني بديش أقول لك هواية متوسط زيادة عن اللزوم، لأنه أنا عندي متعة في الجريدة لما بمسكها وبضبها عشان أنا أحتفظها إلي للتاريخ. أما قريتها في 69 بس بديت أشد حيلة أضبها زين 69 70، وظليت ماشي ولا واحدة راحت مني إطلاقا إلا لما باقت انقطع من الضفة الغربية أيام انقسام. كنت محتفظين كل شهر بشهره، أحطه في ظرف وأسكر عليه وأكتب على الظرف هذا الشهر قديش سنة قديش، ما كنتش أحط شهرين مع بعضهم إلا كل شهر في ظرف لحاله. صحف تنوعت بين يومية كالقدس والأيام والحياة وغيرها، وأخرى أسبوعية أو شهرية يواظب على شرائها والاحتفاظ بها، فهو لا يلقي بالاً لما أحدثه التطور التكنولوجي على عالم الصحافة ووصولنا اليوم للصحف الإلكترونية. أنا بتمتع فيها في قراءة الصحف في الورقة، أطلع فيها أحسن ما أطلع في اليوم العلم اللي بيقول عنه هذا، أنا مش متريح فيه. الإعلام الرقمي والتكنولوجيا هذه، أنا لما أمسك ورقة قديمة عمرها 50 سنة وأطلع فيها مش متعة، حتى لو ورقة إيش ما يكون فيها، ورقة فاضية ولاقيها 50 سنة وأمسكها بتمتع فيها. يعني بس لما لازم أمسكها وأقرأ فيها، وبعدين لو خلصتها لا يمكن أخليها في قلب الدار، لازم أضلها معايا عشان لو واحد مني طلبها من الشباب يطلبها مني يقرأها وأنا أوليها يقرأها. أنا بدي واحد يقول لي إياها وأنا ماشي أعطيني الجريدة أقرأها عشان أخلي الشباب اليوم يتمتعوا فيها ويقرأوا فيها. والله في كتير يأخذوا مني ويقرأ فيها، يقول والله يقول لي أنا حابب أسمعك، بقول له هي النت عندك، يقول لي لا بدي أقرأ في الجريدة. قلت والله أستغرب لما واحد يقول لي هات الجريدة بدي أقرأ فيها، أقول له هو تطلع. يشده الحنين يومياً ليصعد سلماً يوصله لقوقعته. السر يكمن هنا في هذه العلية، أرشيف من الصحف والتاريخ. هذا المخزن مساحته 4 × 3 أو 3.5، يحتوي مش أقل من 20,000 جريدة بل أكثر، لأنه أنا كنت أشتري في اليوم جريدتين أو ثلاثة. بعدين بدأت تتخلص معي الجرائد لأن انقطع في 6 7 سنوات في أيام الانقسام. بدي إياها ظلت تراث عندي، مش بس الجرائد أنا محتفظ، أنا عندي كمان عندي أكلة أفراح حوالي 3000 كرت، مش موضوع جرائد، كمان عندي حاجات أثرية. يعني بدي إيش لو بدي أقول لك إياها، بدك يوم واحد تطلع فيه ما بتخلصيش. هالوقت موجود عندي كمان بيجي 3000 كرت موجود في هذا المكان، كرت أكلة أفراح. عشرات الأكياس تحفظ صحفه وجرائده، يغرق بين صفحاتها وحروفها وتواريخها التي يحفظها عن ظهر قلب. قلب عامر بالحياة معلق بأوراق الجريدة. من مدينة بيت لاهيا، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين.